كل ما يمتلكه البشر من كمالات هي كمالات محدودة. الكرم البشري كمال محدود، العدالة البشرية كمال محدود، الرحمة البشرية كمال محدود، كل القيم، كل الأخلاق، كل الكمالات البشرية هي كمالات محدودة. بما أنها كمالات محدودة لا يغذي طموح الإنسان ولا يشبعه إلا الارتباط بالكمال اللامحدود، بالكمال المطلق. الكمال المطلق هو الذي يشبع طموح الإنسان ويغذي حاجة الإنسان. إذن فليكن منطلقك نحو الأخلاق في المسيرة الأخلاقية تجاه الكفاءة الأخلاقية الارتباط بالكمال المطلق، الكمال اللامحدود. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المنطلق لديهم هو الكمال المطلق. من هنا يربط بعض العلماء بين هذا الحديث الشريف: من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومعرفة النفس أنفع المعرفتين. كيف تعرف نفسك؟ لتكون معرفتك لنفسك طريقا لمعرفتك لربك. من عرف نفسه فقد عرف ربه. أن ترى نفسك مرآة لله، أن ترى نفسك مرآة صافية تعكس الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، وهذا لا يحصل إلا بالارتباط بالكمال المطلق، عندما ترتبط به جوانحا وجوارحا، نية وسلوكا، هدفا وطموحا، حركة وسكونا، عندما تذوب فيه وتتعلق به سترى نفسك مرآة صافية تعكس بصمات جماله وبصمات جلاله ومعالم كماله. إذا وجدت نفسك مرآة صافية لذلك الكمال المطلق كان هو المنطلق نحو الكفاءة الخلقية والشخصية الأخلاقية العالية.